اهلا بيكم في فيديو جديد ومقارنه جديده من مقارنات الخنفري. فيديو النهارده هنقارن فيه برفانين من نفس الماركه ولكن مش نفس الستايل قوي. هنقارن برفانين كريد افنتوس الغالي من الغالي اللي مكسر الدنيا اللي ليه يعني نجاح واسع مع كريد جرين ايرش تويد، تاني واحد شهره في اللاين اب بتاع كريد في السوق في الوقت الحالي. يعني لو انت بصيت على كريد هتلاقي ان اول واحد اللي مكسر الدنيا هو كريد افنتوس، وبعد كده يليه كريد جرين ايرش تويد. تجيب مين فيهم وايه اللي هيحصل لما نحطهم قدام بعض؟ هقول لك الكلام ده في الدقايق الجايه، بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها واعمل لها ريفيو، وبرده لو في دماغك برفانين عايزني اقارن ما بينهم وما بين بعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك انك تجيب مين فيهم. دلوقتي برده الخنفاري بقى على الانستجرام، ممكن تعمل لي فولو لو عايز، ونرجع تاني للمقارنه. طيب دلوقتي بقى ايه الوضع لما نحط كريد افنتوس قدام جرين ايرش تويد؟ ايه الحكايه ومين فيهم اللي فضله او مين فيهم اللي انصحك انك تجيبه؟ هو المقارنه دي صعبه قوي لان الاثنين يعني متقاربين في حاجات ومتباعدين في حاجات تانية. يعني خلينا نبتدي مثلا الاول ايه بريحه البرفانين. ريحه البرفانين دول عامله ايه لما تشمهم؟ يعني لما تفتح الازازه كده بتاخد ايه منهم؟ طبعا الجرين ايرش تويد هو معروف من الثمانينات يمكن، لان هو مشابه جدا لديفيد اوف كول ووتر. ديفيد اوف كول ووتر لما نزل برده يعني كان عمل ضجه وليه ستايل وليه ناس كتير بتحبه، منعش وفي شويه توابل كده على خفيف، فريحته في ناس بتقول عليه ان هو ريحته مثلا زي صابون حلاقه. انا متفهم وجهه النظر، بس بشكل عام ريحته ناس كتير بتحبها وناس كتير يعني ايه بتحب ريحه الستايل ده من البرفانات. فالجرين ايرش تويد زيه زي الديفيد اوف كول ووتر ولكن بنقاء وجوده اعلى بكتير. يعني الجوده نفسها انت بتشمها انت بتحس بالجوده بتاعت البرفان، وبتحس ان انت قاعد في المزارع الخضراء. يعني البرفان جرين فريجرانس، حتى مش بلو ولا حاجه، هو جرين فريجرانس، ان انت بتبقى قاعد في وسط مزارع خضراء كده والجو مندي او في شويه ميه، فانت بتبقى قاعد مستقنيس مع نفسك خالص مع البرفان. طبعا الكريد جرين ايرش تويد جودته لا يعلى عليها، ويعني بتحس فعلا فيه بالاكسكويزيت كواليتي اللي هم حاطينها في كل مكون من المكونات. بس بشكل عام هو ليه ستايل مشابه جدا لديفيد اوف كول ووتر. الكريد افنتوس بقى لما نزل عمل بلبله جامده قوي، لان هو ابتدع خط جديد خالص من البرفانات والناس كلها دلوقتي بتحاول تقلده. حط لك اناناس مدخن، وده اللي يمكن الحته الطاغيه قوي في البرفان ده، الاناناس المدخن. ايه ده؟ ما كانش نقطه حد بيستخدمها، ولكنهم استخدموها هنا وخلطوها مع شويه جلد وشويه توابل شويه اخشاب وشويه اروماتيك نوتس. فالبرفان محطوط فيه تقريبا كل حاجه تتخيلها في ميكس معمول باحترافيه شديده قوي، لدرجه ان انت تبقى قاعد بتشمشم فيه ومش قادر تبطل. يعني منين ما بتفتح الازازه بتقعد تشمها، بتبقى عايز تشربه حتى مش بتشمه بس. فالبرفان بصراحه برفان جميل جدا، ساب علامه فارقه في صناعه البرفانات، وده سبب مخلي ناس كتير وشركات كتير جدا بتحاول ان هي تقلده وتحاول ان هم يعملوا له كوبيز او كاونتر فيتس. فيعني البرفانين لو اتحطوا قدام بعض اقدر اقول لك ان الجوده بتاعتهم من ناحيه الريحه الجوده عاليه جدا. بالنسبه لي انا بفضل مين؟ انا بالنسبه لي بفضل ريحه كريد افنتوس، ولكن في ناس كتير جدا بتفضل ريحه الجرين ايرش تويد. فمن ناحيه الريحه انا ما اقدرش ادي لك كلير وينر هنا، او ما اقدرش ادي لك فايز هنا. الاثنين ريحتهم جميله جدا. لو انت محتار ما بينهم، نصيحتي ليك عشان ترضي ذوقك انت الشخصي، ما تسمعش كلام حد، انزل جرب البرفانين، لان هما ستايلين مختلفين شويه من ناحيه الريحه، ولكن من ناحيه الجوده وان انت بتحس فعلا بالفخامه الاثنين مش هيخذلوك اطلاقا من النقطه دي. طيب ننقل بقى لنقطة تانية وانا بقارن البرفانات، وهي نقطة تعدديه الاستخدام وتستخدمه امتى وفين وفي انهي مواقف بالظبط. الاثنين تعدديه استخداماتهم عاليه قوي، وخصوصا كريد افنتوس. كريد افنتوس معروف ان انت ينفع تستخدمه في اي موقف وفي اي مكان، ينفع تستخدمه في الصيف او الشتاء، خريف ربيع، فورمال كاجوال، وانت نازل تقابل واحده، وانت نازل تقابل اصحابك، وانت رايح انترفيو. اي موقف هتحط فيه كريد افنتوس هتلاقيه واقف في ظهرك ومفيش اي مشكله خالص، هيبقى واقف جنبك يعني ما بيخذلكش اطلاقا. الجرين ايرش تويد ممكن اقول لك ان هو بيؤدي تقريبا 90% من الوظائف بتاعه الكريد افنتوس، ما عدا في الشتاء. بالنسبه لي انا شخصيا في الشتاء ما بحسش ان هو مناسب، يعني ده بالنسبه لي، ولكن في ناس بتستخدمه. بس من ناحيه تعدديه الاستخدام بتاعه الجرين ايرش تويد، البرفان برده متعدد الاستخدامات بدرجه جامده قوي، مناسب جدا لفصول الصيف والربيع. يعني لما الجو يبقى معتدل وميال مثلا للحر شويه، البرفان هيبقى كويس قوي، هيدي لك الانتعاش المطلوب، بما انه هو جرين فريجرانس او برفان اخضر، برفان بيدي لك يعني ايه احساس الاعشاب المنديه والكلام ده. فالبرفان بشكل عام هتلاقيه برده واقف كويس جنبك قوي، والاثنين لو اتحطوا قدام بعض من حته تعدديه الاستخدام
ما اقدرش اقول فيهم ان كريد افنتوس هيكسب بفرق كبير، ولكن انا بالنسبه لي اقدر اقول ان كريد افنتوس ليه شويه افضليه، بس بشكل عام الاثنين مش هيخذلوك اطلاقا، ممكن تستخدمهم وتوظفهم باي طريقه انت عايزها، مفيش حد فيهم هيقول لا. نيجي بقى لنقطة تانية وانا بقارن البرفانات، وهي نقطة عامل اطراءات السيدات، هل بيحبوا البرفانين دول ولا لا، ومين فيهم اللي ليه افضلية. وهنا بصراحة اقدر اقولك ان اللي ليه افضلية هو كريد افنتوس وبدون تردد، يعني الكريد افنتوس ليه حافر ليه مكانة في نفوس الناس كلها وخصوصا السيدات، لان السيدات لما بتحط كريد افنتوس بيبقى يعني الريحة بتجذبهم بدرجة انت لا تتخيلها. البرفان ما هوش اوفنسيف، البرفان ما هوش مزعج للي حواليك، البرفان بيسحب اللي قدامك كده ايه بهدوء وتكتكة، يعني ايه بيجيبه بالاسلوب كده، يعني ما بيدلوش في وشه، لا هو بيقول له انت عم انت تعال اتفرج، انا حاطط كريد افنتوس. فالبرفان بصراحة ليه تأثير سحري على السيدات، لو انت رايح تقابل واحدة وحاطط كريد افنتوس يعني خليك مطمن ان انت هتبقى مأدي اداء جامد قوي قوي قوي، هتبقى راضي عن نفسك. الجرين ايرش تويد بيحبوا الريحة دي وبيجيب لك اطراءات كتير جدا ومش هيخذلك، ولكن انا دلوقتي بتكلم ان انا لو هقارن البرفانين دول واحد قدام واحد انا لازم ادي الحق لكريد افنتوس، لان هو ليه افضلية في النقطة دي، وافضلية ملحوظة، يعني مش افضلية صغيرة ولا حاجة، لا افضلية ملحوظة، ان كريد افنتوس بيديلك اطراءات بدرجة اعلى بكتير قوي من الجرين ايرش تويد، وبتحس فعلا ان في فرق من النقطة دي، نقطة الاطراءات بالذات هتحس ان في افضلية جامدة قوي لكريد افنتوس. نيجي بقى لاهم نقطة خالص وانا بقارن البرفانات، وهي نقطة الاداء، مين في البرفانين دول اداء افضل من التاني، وهنا اقدر اقولك ان الاثنين ادائهم رايح في داهية، خصوصا الباتشات الجديدة. باتشات البرفانين دول الجديدة ادائهم للأسف يعني تدهور لدرجة جامدة قوي عن الباتشات القديمة. طبعا كريد افنتوس ناس عارفة ان الباتشات بعد 2016 الاداء ابتدى ينحدر لدرجة جامدة قوي، لدرجة ان هم الناس ما بقتش حتى ان هي تفكر انها تجيبه بسبب غلو سعره، وان الاداء ما بقاش زي الاول او الجودة ما بقتش زي الاول، فبيقولك ليه ادفع فلوسي في حاجة انا عارف ان هم بيعملوا افضل من كده واحسن من كده، ودلوقتي يعني بيسألوا على نفس الفلوس او نفس المبلغ وما بيدلوش نفس الجودة. فالاثنين تقريبا الاداء بتاعهم ايه اصبح متواضع قوي، ولكن لو حطيتهم قدام بعض وقلت لك مين فيهم اللي اداؤه افضل، هنا اقدر اقول لك ان الجرين ايرش تويد اداؤه افضل نسبيا من الكريد افنتوس. الجرين ايرش تويد ممكن اقول لك ان هو بسبب ان في شويه توابل، يعني ايه بتركيزات اكتر شويه من الكريد افنتوس، ممكن تحس ان هو ليه ثبات اكبر شويه او ليه فوحان اكبر شويه، فالبرفان من نقطه الاداء ممكن اديها له، ولكن ما تتوقعش ان هي نسبه كبيره ولا حاجه، الاثنين ادائهم رايح في داهيه، بس الجرين ايرش تويد ليه نسبه اداء مثلا افضل 10%، يعني مثلا لو كريد افنتوس هيقعدك 4.5 ساعات 5 ساعات من الثبات، الجرين ايرش تويد ممكن يزق معاك لغايه 6 ساعات ولا حاجه، فما تتوقعش يعني ايه فرق شاسع، ولكن في فرق وملحوظ ولازم يذكر يعني في المقارنه دي. نيجي لاخر نقطة خالص وانا بقارن البرفانين، وهي نقطة السعر، وانصحك تجيب مين فيهم. سعر البرفانين سعر في الهبة هاي خالص، الكريد افنتوس ال 100 ملي او ال 120 ملي منه بتبقى تقريبا بحوالي 400 دولار، الجرين ايرش تويد نفس الكلام بس بتلاقيه في حدود من 300 ل 350 دولار، فالجرين ايرش تويد بتلاقيه اقل شوية في السعر من كريد افنتوس. كريد افنتوس زي ما قلت لك في بداية الفيديو هو اكتر واحد محقق مبيعات للشركة، والمبيعات بتاعته بس تساوي او يمكن تفوق كمان كل المبيعات بتاعت البرفانات التانية اللي كريد بتعملها، فيعني دي حاجة حطها في اعتبارك. تجيب مين فيهم؟ انا انصحك ان انت تجيب كريد افنتوس. كريد افنتوس ليه كاونتر فيتس كتير في السوق او ليه كوبيز كتير في السوق، ولكن مفيش حد فيهم قدر يوصل لنقطة النقاء دي. الجرين ايرش تويد انا نصيحتي ليك لو عايز تجربه هات الديفيد اوف كول ووتر، هتلاقي ان في سيميلاريتيز كبيرة قوي، طبعا فرق شاسع في الجودة ولكن هتلاقي ان في تشابه كبير قوي. ده رأيي متواضع، عايز تجيب مين فيهم يعني ده رأيك الشخصي برضه، ولازم انت تنزل تجربهم هما الاثنين لان الاذواق مختلفة. يا ريت الناس اللي عندها البرفانين دول يكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رأيهم فيهم، وهل ينصح الناس ان هم يجيبوا واحد منهم ولا يبعدوا عن الاثنين بعد المصيبة بتاعت الباتشات الجديدة دي، وان هم خلاص بقوا مش يعني ما بقوش قد المستوى المطلوب من الجودة.